السلام عليكم، جبت لكم اجمل تشكيله عبايات سمر خليجي لست البنات. عبايات شكلها تحفه جدا وموديلات حديثه وعصريه. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وبشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. العبايه دي في منها الوان كتيره، في منها السمرة وفي الكحلي. الوانها جميله جدا وتصميمها حلو جدا، تنفع مناسبات وافراح سعيده وخروجات وكله، مش مجرد عبايه سمراء، لا اشكالها جميله جدا. هتفرجوا دلوقتي، ده عبايه مفتوحه خليجي، طبقتين، طبقه شفافه وطبقه تحت كريب، جميله جدا والوانها تحفه. عبايات جميع العبايات السمراء الخروج، عبايات خليجي جميلة جدا وواسعة ومناسبة. اتفرجوا على العروض بتاعتنا، عروض جميلة، اجمل تشكيلة. العبايات السمراء احلى احلى من لطقم كمان، وفي اللبس جنان. في التشكيلة الجميلة اللي جاية دي، رسوماتها حلوة جدا، سادة ومنقوش في نفس الوقت، وده تحفة تحفة جدا. لو انت عروسة وليلة الصباحية او السابع ممكن تلبس النوعية دي من العبايات، نوعيتها حلوة جدا. دي برضو نفس العباية. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان اجيب لكم موديلات كتيرة حلوة زي دي، تحفة كده. يلا كملوا العرض للنهاية، العرض يجنن يجنن، تحفة جدا، تحفة فنية كده، مرسومة رسم، تنفع على التخينة والرفيعة، تنفع على جميع الأوزان، خلاها تحفة. سلام عليكم.